جانبه في صوره زي تحت هو تحت نصف كلمه كما قلنا لاحمد رجب، وبجانبه صوره كبيره جدا للفنانه باريس هيلتون. فقلت اللي ما بيقراش نص كلمه هيتفرج على باريس هيلتون فهيسد حياته وبرضه هقول بالظبط. يعني هو واضح ان الديسك يعني الاخوات يمكن هي في الموضوع لم يحدث. طيب نرجع قبل ثوره 2011 بعد اذنكم واقول لكم ان سرقه الاثار قد حدثت واستنساخ الاثار قد حدث في ايام عايز اقول لك في ايام حضارات مصر القديمه ذات نفسها. كانت حضارات اخرى معجبه جدا بتباني دي في البدايه خالص بداوا يستنسخوا منها دي، ما كانتش الفكره شركه يعني الاستنساخ كانوا يعشقوا هذا الفن المصري القديم. عشان كده لما تروح البتراء في الاردن العظيمه هتلاقي هناك مدينه الورديه وهي مدينه منحوته في الصخر، تجد هناك جديد البتراء دول طبعا انباط هذا القوم قوم الانباط بالطاء حتى فلان فصح استعار هذه الشخصيه ده من الاكروبوليس. يعني انا ذهبت الى الاكروبوليس عندي اسبوعين ابص له اوضه في معابد الكارنك يعني غرفه في معبد مع الطرف طبعا الحضاره اليونانيه العظيمه وبنضرب لها كده. نتاثر اكيد اكيد واحنا كمان ما فيش مانع ان احنا نتاثر عشان ما عنديش مشكله بده خالص. ولكن في هنا سؤال، انت لديك الان شبكات ولديك الان مواقع لن تتخيله لن تتخيله بالتالي. وهنا ابعت برساله لاي مسؤول بيسمعنا www.ancientresource.com ancient resource المصادر الأصلية المصادر القديمة. هذا أحد المواقع الإلكترونية وأقواها من وجهة نظري اللي استجابت في مصر. نعم يعني هم كانوا بيقولوا أن المدادات العالمية ودي أنا دخلت فيها وهشرح لكم بقى مؤامرتي معاهم إيه في بيع الآثار رسمي. حط تحت رسمي ده 500 مليون خط إن أنت عندك صاحبس مثلا بيبيع رسمي ده أقوى أوكشن ماركت في العالم. صاحبس هو اقوى ما صالح مسدات في العالم. عندك كريستيس اللي انتوا كمان بتقولوها في الجرايد يقول لك صالح كريستيس ديت من اكبر اذا لم تكن اكبر هي صابس بيتنافسوا مع بعض. انت بتتكلم على مسدات شغاله من 1700 هذه الاشياء المحدده. ده لديهم جامعه داخل المنظمه اكاديميه تعلم حضرتك تروح تشترك في الاكاديميه خلص ثانويه عامه وتروح الجامعه كده يروحوا يتعلموا ازاي يبيع في المزاد يتخرج ايه يتخرج بيع هذه المنظومه موجوده في مصر في العالم كله. صابس وكريستيانز مش موجوده في مصر. لكن بدات اسمع انها متواجده في الدول العربيه الان. وخصوصا يعني دول الامارات ومناطق دي. كيف يحصلوا على هذه هو ده سؤال بقى ايه؟ اللعبه واضحه جدا. واضحه لاي بني ادم بيشوف يعني. ولكن ancientresource.com ده اللي بقول لحضرتك عليه اللي انا اخترته كمثال لان ده شخص واحد. يعني انت لو بتيجي تتكلم على كريستيس او صابس بتتكلم على الاف جيوش بتعمل في منظومه واحده. لكن انا بكلمك هنا على شخص امريكي عايش في كاليفورنيا تخش عليه في الانترنت تلاقيه حاطط لك فيديو ليه هو شخصيه يعني مش بيختفي مش عصابه القط الاسود اللي انت تقعد ما تعرفش منه ايه العصابه لغايه اخر لقطه ده لا خالص. هذا الرجل يطلع يقول لك ماي نيم از جابرييل فاندفورت واسمه كمان وشخصه بنفسه ويقول لك انا شغال مع الفراير فرنسا وكل الاثار اللي انا ببيعها على الموقع بتاعي اثار اصليه هتاخد معاها شهاده اوثنتسيتي انها اصليه متخيله. وكمان لو عايز ترجع في خلال كام يوم عندك الحق انك ترجع وتاخد فلوسك مع خسارة مش عارف ايه. نعم ولو عايز لكن انا قطعت ملابس بالظبط كده بالظبط كده حاجه تخليكي طبقك يقلق. طيب يعني اذا كانت هذه يعني الامور متضحه ووجليه يعني ومرئيه مرأة العين لماذا لم يتم اتخاذ اي اجراء ضد هذا الشخص؟ قلت يمكن مش معروف قلت يمكن انا يعني ما حدش قرا الموضوع بتاع الاستاذ الفنان وموضوع المتواضع كويس. فقلت طيب بدات اعمل حمله محاضراتي التطوعيه للشعب المصري وتثقف الشعب المصري في الحته ديت وبالفعل السؤال اللي حضرتك بتساليه بقى ده على بق كل اللي حاضرين في القاعه في المحاضرات التطوعيه. فقلت طب بلاش انتوا عارفين ان انا يعني الحمد لله رب العالمين لا انا يعني انا لا اعمل الحمد لله رب العالمين انا باجي
يعني انت مسؤول بصفه منتظمه في التلفزيون المصري وبرامج كثيره مثل صباح الخير يا مصر وكذا، وعندكم هنا بصفه في الاذاعه كتير. فقلت طيب ابدا افتح الملف ده، ففتحته والمعدين وكل الادارات مفيش خطوط حمراء الحمد لله في الحته دي، وتكلمت لدرجه ان انا مره على الهواء مباشره قلت الى سفيرنا في الولايات المتحده خد طياره على حسابي كده على الهواء واطلع من السفاره لو انت كنت في واشنطن ولا فين ولا في نيويورك ولا عارف فين، انزل على كاليفورنيا 4 5 ساعات ولا بتاع، وادي العنوان بتاع الراجل، عنوانه برقم الشقه، عايز المفاجاه الاكبر، حاطط نمره موبايله وبيقول لك كلميه بعد الساعه 4 علشان يعرف يرد عليكي. اكبر بياع اثار على النت، حاطط كل هذه المعلومات وبيربح. وهنا سؤال استاذ بسام، يعني هل الولايات المتحده الامريكيه لا تجرم مثل هذا التصرف او مثل هذا الامر؟ عارف ليه؟ لان هو كتب جمله غنونه قوي قوي عنده، هي دي اللي بيلعب بيها، وهي دي اللي احنا لازم ناخدوا عليها حركه، وهقول لك الحركه اللي ممكن تعملها ايه. يقول لك كل الاثار اللي انا ببيعها ديت، انا مش ببيع اثار مصريه بس، ده يوناني وروماني وفارسي واسلامي وقبطي ومسيحي وصلاتي، وانت عايز ومايان وانكاز واستكس وصيني واللي انت عايزه كله. بقول لك منظومه، ده واحد كان ده متحف على الناس، وتحت كل صوره قطعه اثار حاطط لك الثمن بتاعها. تضغطي اكتر بقى لما تلاقي تحت الصوره كلمه صوت بالاحمر، يعني اي بيعت. وبعدين تحت خالص الصفحه تجد فيه كلام بيقول لك خش بقى هنا برايفت كمان، يعني لسه في حاجات اقوى بس مش معروضه. لو انت هتخش بقى بالملايين والموقع مليانه طبعا. في انزل تقول اي واحد فاهم مش بيسمعوها ده بيقول لك ايه؟ السؤال يا استاذ اسامه اللي بيطرح نفسه حقيقه عليا واكيد على المستمعين، هل وراء هذا الشخص جماعه بتساعده على يعني حصاله بمعنى اصح؟ هو انا مغمض؟ هجاوبك وانا مغمض. يعني من غير ما تكملي نص السؤال. قصدي يعني الشخص الذي يمتلك هذه الجرأه الكبيره في عرض المسروقات من جميع الدول. بتثبت من مين؟ بتثبت من قانون، ده بيحمي الراجل ده مش ممكن هيشتغل منه. وبعدين خدي بالك في عباره يا صاحبي الى التحديد. ابدا العباره دي. كل الاثار التي هو بيبيعها دخلت الى الولايات المتحده الامريكيه واقتنعتها مش عارف ايه وبتاع ايه، دخلت ايه؟ قبل 69. هو بيقول كده، بيقول قبل 1969. ليه بقى السنه دي بالذات؟ لان في 1970 في باريس اجتمع العالم في منظمه اليونسكو واصدروا المؤتمر ده، طلع لائحه قانون اتفاقيه هذه الاتفاقيه بها من المواد وخصوصا ماده 4 اللي انا اطلقت عليها ماده العار، والماده دي هي اللي انا بطالب يبحث فيها من عند اليونسكو ومصر هي اللي تطالب بده، يا اما تنسلخ مصر من اتفاقيه اليونسكو اللي مضى عليها السلام بقرار جمهوري في السبعينيات من القرن الماضي. ما نص هذه؟ هذه الماده ماده اجهاد يا سيدي، ماده عار لا اعلم كيف مضى عليها العالم، مش كيف مضى عليها السلام، كيف مضى عليها العالم. النفاق اللي انتوا فيه ده هذا نفاق عالمي، بلاش بقى حراميه عصابات افار، ده نفاق عالمي. باختصار في جملة، البلد الأول، الطرف الأول ده إذا أعطى ارتفاقات، هنقول تمثال، حالتنا مثلا تمثال، مثلا تمثال للملك رعمسو الثاني، رعمسس الثاني اللي هو حضر بسنة رعمسس الثاني، خلاص؟ أعطاه عن طريق الهدية، أدي واحد، عن طريق الاتفاق، أدي اثنين، عن طريق دراسة المسؤول في الطرف الأول، مسؤول الجروب قعدوا وقالوا إحنا هنبعت لإنجلترا تمثال هدية. والرئيس الرحماني يقول لهم أنا عايز أدي الرئيس الفلاني الثالث كان بيعمل كده بس. كان بيحب يدي هدايا لفار مصر. ويملك للدولة. ويملك للدولة طبعًا. طبعًا. أنت عايز تقنعني إن أنت ممكن يوم من الأيام رئيس الدولة ولا رئيس الوزراء ولا رئيس الحكومة يروح رايح على العرب ويقول لهم يلا فكوا الأرض هنبعتهم. يا عم ده أثر للبلد للشعب المصري. فعندما يحدث هذا، وكان زمان في كمان في التنقيب 50% 50% لما يجي لك المنقب الاجنبي، عشان كده انا طالبت من كام سنه انا سمعت اللي بقول مشوا المنقبين الاجانب، وكنت اقول عندكم هنا في الصوت في كده يقول لي ما تبقاش صغامي يا بسام، فاقول لهم مش صغامي فاقعدوا تسمعوا كلامي، المنقبين دول مش كلهم صغام، هو مش كلهم
يعني مخلصين في ناس مخلصين للتربة المصرية. هو أسد كان يحصل على طبعا. وبعدين هو بيعمل كتب وبياخد بوستر وبيعمل تيشيرتات وكل حاجة بتسمى ليه مبالغ مليارات بقى. وأنت هنا ما بتعملش أنا مرصاص مكتوب عليه. أنا مرصاص مكتوب عليه. اللي أنا مرصاص أنت بتشوف مرصاص الناس ما تتكلم مكتوب عليه الرقم ده صنع فين؟ صنع في تايوان وصنع في الإمارات. مكتوب كده عليه. صنع في الإمارات. صنع في تايوان. وأنت بردك وشوف إيه مش عايز أقول وتمثال شحط بسيط كده اللي هو اجمل تمثال محطوط في العالم اللي موجود في مطرح الاقصى ده ما حدش يعرف عنه حاجه ده موجود على قلم الرصاص حاطينه على قلم الرصاص يا سيدي نرجع مرجوع عندما تعطي مصري الطرف الاول هنقول الى الطرف الثاني في انجلترا كل هذا بكل هذه المواصفات على فكره بالمناسبه التنقيب 50% 50% ما ينفعش لنا بقت 10% للاجانب 90% مصر بعدين هوريك فتلقت الحمد لله خلاص الاجانب ما بيعملوش حاجه هم ماشيين يحصل ايه بقى؟ لما مصر تدي بقى البتاع ده بالاتفاق ومش عارف ايه والدراسه والكلام ده كله. يشكل هذا الارث الثقافي الحضاري جزء من الارث الحضاري للطرف الثاني. ما هذا الاجحاف؟ ما هذه الصرخه؟ لا تاني يا استاذ تاني روحة رشيد اللي احنا خطأ بنسميها حاجة رشيد في المتحف البريطاني مسلة رمسيس الثاني بتاع المعبد الاقصر اللي بعتها محمد علي امنه يوم الصبح في 1800 كان بيحب الصداقه بتاعته بينه وبين لويس فيليب ملك فرنسا فقال له هبعت له هديه. ماشي ما عندناش مشكله في الهدايا احنا بنحب نهدي احنا شعب جميل وكريم. طيب تبعت له هديه ايه بقى يا عم محمد علي؟ تبعت له مثلا كيكايه ولا تورتايه ولا مش قرع عسل ولا ايه؟ لا يبعت له مسلة رمسيس الثاني بتاع المعبد الاقصر. فتتبرع مكانها في باريس في ميدان الكونكورد. بزر كونكورتا الى يومنا هذا موجوده هذه المثلث تصبح طبقا للماده 4 من قانون يونسكو 1970 طبقا لهذه الماده تصبح مثلث رمسيس الثاني معبد الاقصر فرنسيه تشكل ارث حضاري وجزء من الارث الثقافي بتاع فرنسا تاخد جنسيه البلد اللي هي عمرك شفتي من غير حق ان انا اطلع طبقا لهذه يعني اتفاقيه اليونسكو كان ليها دور فعال من وجهه نظر حضرتك في نقل ملكية ممتلكات الآثار من بلد لأخرى حتى إن كانت عن طريق الهدايا. وإلا تركيبي كانت تحافظ وإلا تركيبي ولا وإلا تركيبي لي بس أربعة. أول كده؟ طيب تعالي بقى النهارده قولي بقى الواحد زي فاند فورت ده بقى يا عم الآلافات القطع اللي أنت عملت بيعها دي من عملات من برديات من قرآن كريم مخطوطات نعم مخطوطات قديمة من القرآن الكريم. مومياوات لحيوانات وطيور. بريتلتس ونكلتس وكل انواع الملبوسات والاكسسوارات الحديثة كلها كل قضية طبعا كلها يعني يا استاذ بيتباع ب 280 دولار القطعة في قطعة بتتباع عند فاندر فورس الركوب اللي بتسمعونه خشوا اتش ريسورس دوت كوم العجيب بقى ان هو كاتب عنده ان هو كان يعمل مش عارف ايه 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 مع جمعية الجمعية القومية الوطنية اللي هي ناشونال جيوغرافيك وهي من الجمعيات اللي كلنا بنعشقها في التاريخ وانا شخصيا كتابهم ومجلدهم دي لازم تبقى عندي في البيت لانهم اقوى جمعيه في العالم بتدرس التاريخ والحضارات العالم يا خرب ابيض والنشط يعني سباق سباق كده وحاطط العلامه بتاعتهم واللوجو الاصفر بتاعهم يعني هقول لك ايه ما ممكن يكون سرق الاسم اقول لك سرق الاسم ان كان خدوا عندكم المفاجاه بقى هذه هذا الموقع فاتح من سنه كام؟ بيقول لنا بقول لك ده كله من كام؟ 2002 ازاي الحال؟ مش سهل ازاي الحال؟ ولكن تخرب ضده اي احترام. وانا بكرر مره ثانيه بعد اذن سيادتكم ان لو ما كنتش انت على علم ده اديني هعلمك. اديني قلت من زمان. طيب ما حصلش اي رد فعل. اعمل يعني حمله بسيطه كده من ضمن حملات متابعه اسمها مصري يشيد. بحاول الشعب يساعد الحكومه في بناء متحف مصر الكبير. اسمها كده مصريون يشيدون متحف مصر الكبير ب 200 جنيه وهندفع 200 جنيه. وهجيب حاجات مش هدي الحكومه فلوس هجيب حاجات ونديها هجيبها يعني. يعني هي حمله فوزير الاثار الدكتور محمد رميد سمع عنها والناس الشباب الاثريين فاتصلوا بيا تعالى قابل الوزير علشان تقعد ونعمل بقى نعمل كتاب شعبي ونبقى نفهم العالم نتعمق مره اخرى ونفهم العالم ونقول لهم واحنا مش لاقيين الرغيف عايزين حدا يعرفني باب حضاره اهو شفتونا بقى احنا بقى الشعب المصري بيعمل ايه في الحضاره ابني حضرتك تاني يعني يبقى جنب الهرم هرم تاني كده تمام؟ قطعت قعدت مع سياده الوزير راجل جميل كان متحدث ففي وسط ما انا بكلمه خلصت الكلام ورحت بطلع
معظم الناس اللي بيحبوا مصر جدا بيشتغلوا معايا، مش شافعيين، احنا مش شافعيين في الوضع الشفاهي، لكن في ناس عاشقه بصور هذا الوضع حضروا لنا الفيديوهات دي كلها فيها عنوه عناوين اللي بتبيع الاثار على الانترنت. اتفضل يا سياده الوزير في النهايه فيها كل العناوين، اتفضل ورق مطبوع في فاندربورت عنوانه رقم تليفونه الولايه بتاعته الاثار اللي بيبيعها كل ده شقه حط كده فلات كذا خلاص كل ده تسلم تحط في ورق تحط في سيديهات وسلمها لسياده الوزير من حوالي 3 4 شهور. بعد كده لما فتحت الموضوع قالوا نحن على علم بفاندربورت يا استاذ بسام، فتحت لي كده وماشيين في الاجراءات، ماشيين في الاول ما بتسمعي ماشيين في الاجراءات او بنعمل لجنه تعرف ان الموضوع مش حقيقي مش حقيقي خلاص الكلمتين المشهورين بتوعنا. طيب انا بقى لو مصر اعمل ايه؟ من حوالي شهرين ربنا اكرمنا وتم اختيار مصر العظيمه رئيسه اللجنه التنفيذيه في اليونسكو، بقى سفيرنا في اليونسكو ماسك القصه دي وسفيرنا اليومين دول عامل ايه؟ ردود فعل بمناسبه الحادث البائس اللي حصل للمتحف الاسلامي وده هنرجعه ان شاء الله. فهذا الرجل يخرج بكره الصبح لو كان بيسمعنا، لو عايز تحافظ على اثارك يا مصر اطلع بكره الصبح اقف قدام اليونسكو قدام العالم وقول لهم 1/8/2014 لم تلغى المادة 4 من قانون اليونسكو أو تعدد أو تزيل، وهقول لك تزيليها بإيه، تنسلخ مصر من اتفاقية اليونسكو كلها. خبر حضرتك في عندك قائمتين بلاد في اليونسكو، قائمة المشتركين اللي هو كل الدنيا اللي عايزة تشترك، وقائمة ثانية للليست اللي هم بيسموها كده اللي هي الآثار المهربة بتقول وجه الحق المحرمه يعني اللي طالعه في الطريقه غير شرعيه. احسنت. حلو؟ فالناس كلها في القائمه دي. تروح في القائمه بتاعت بيع الاثار والاثار اللي بتخرج من البلد تلاقي حاجه لذيذه لو انت حطيت عينك في وسط راسك. فانا حطيت عينيا في وسط راسي وبصيت بصه بايه؟ بزاويه اخرى. قالت لك الكيان الصهيوني غير مشترك في الاتفاقيه بتاعت تكريم الاثار وتهريب الاثار غير شرعيه وبيع الاثار غير مشترك. وهنا بقى الخبر القنبله، الكيان الصهيوني المسمى باسرائيلي قانونا لا يجرم بيع الاثار في الشارع في فلسطين المقتلة. يعني لو واحد واقف عربي فلسطيني اسرائيلي يهودي صهيوني يقول اي حد، لو انا وقفت في الشارع في القدس المحتله او في حيفا او في يافا او في اي بلد انت اثار الناس ماشيه جنبيك وعادي عادي جدا رايحه جايه وتفضل. ده هيخليني اقدر حضرتك استاذ سام كان ليك تجربه او اكثر من تجربه في زياره اسرائيل وحضرتك رايت المتاحف هناك يعني مغامره اكيد واعتقد هي الاولى من نواحي استاذ سام طبعا هنتحدث ازاي وصلت والحاجات المثيره اللي احنا عاوزين نعرفها جدا فنعرف احنا سبب زياره حضرتك وهذه المغامره يعني المخوفه المخاطر يعني دون ادنى شك والفايده منها ايه؟ اولا الزياره للقدس كانت بسبب الرغبه الملحه للصلاه في المسجد الاقصى. الحمد لله رب العالمين. جاءت في 2012 15 يوم بعد العوده من الاراضي الحجازيه. الحمد لله رب العالمين وعقبالكم جميعا يا رب ربنا يتقبل من الحج. صليت كل يعني الحمد لله رب العالمين يعني لا الى بشد الرحال الى البلاد ربنا يكرم الجميع يا رب ان شاء الله. اول مره في 2012 كانت الفرصه ان انا يعني الصلاه والذهاب للمسجد الاقصى كثيرا وكده وزمر الخليل الابراهيمي المسجد الابراهيمي وايضا مدينه لحم هو زم ايضا الكنائس مثل كنيسه القيامه والجامع العمري ايضا هناك العهده العمريه كده منحوته تحت حوالي الخطاب رضي الله عنه العهده العمريه الجميله اللي بتبتدي من هذه الياء يا بتوع السياده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل القدس نده على اهلها وقال لهم الى اهالي الياء التسميه الرومانيه شوف السياسه بتتلعب ازاي مش كده ليه وبعد كده بقى ظبط لكن
ايه؟ ثلاثة الأوامر. ثاني مرة جاء لي الفرصة الحمد لله رب العالمين والفكر ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بيه بإن أنا يوم السبت 6/7 ديسمبر 2013 فكان عندي يوم ورحت رحت قلت لهم المتاحف ده الكلام ده في القدس المحتلة لقيت دي أذهب إلى متحف اسمه يد غشيم والمتحف ده ولا هذا المتحف متحف للهولوكوست احنا في النبي يد غشيم يد غشيم بالظبط كده هو غير الاسماء العبرانيه الطبيعيه طبعا انت هناك بتلاقي غابه وتلاقي في الارض في علامات عليها اسماء بس هو ده كده ده المتحف وتكون مكانا اسمع يا مصري اسمع يا مصري هذا هو بيعمل ازاي انت هنا كل شويه عمال تعلي في التذكره ما عندكش سياحة وتعرفش تذكرة سياحة واقعة وتعرفش تذكرة وده كان ده قلت للسيد الوزير قلت له يا دكتور مفيش أنا مرشد سياحي أنا مرشد سياحي رقم 1000 عضو نقابة مرشد سياحي رقم 1000 كده واحد تلات أصفار في الجرمين معانا 17000 مرشد سياحي يعني تبنتهم من 2011 17000 منهم 4000 أجر فين بعد 3 4 سنين من ساعه 2011 لان اكتر في ناس كتير اتضررت انا عارف لكن اكتر ناس اتضرروا هم بتوع اليوميه ومهنه الارشاد السياحي مهنه يوميه تشتغل تاخد يوميه ما بتشتغلش ما بتاخدش يوميه وده طبعا نبقى نعمله يعني فات وحاجه ثانيه المهم فهناك بتخش طبعا حاجه ما فيش اي تاريخ ولا اي حاجه ولا اي اثباتات ولا اي بتاع ها وحاطط لك اسماء والدكتور اسماء الشهداء بملوك انتظارهم يعني واخد بالك طبعا انا دخلت يعني مفيش حاجه ده القلم اللي كتب قبل ما يتخرج وده الكراسه اللي وقعت منه قبل ما يتخرج وكلام فارغ ومن لم له تاريخ يشتري لنفسه تاريخ ومن ليس له تاريخ يسرق تاريخ وهم اللي بيعملوه دلوقتي ان هم بيسرقوا التاريخ من اول القرون الاولانيه هم عاملين يسرقوا تاريخنا ها واحنا معتمدين على حته ان احنا مثبتين فكره احنا حضاره 7000 سنه طب ما هديك كلمه كلمه صادقه ان احنا حضاره 18 مش 7000 سنه 18000 سنه تم دراسه المصري اكل ايه؟ الاجانب درسوا احنا اكلنا ايه في معدتنا من 18000 سنه 18000 سنه انا معاك حضاره ومعاك تاريخ اه وهتستغرب بقى انت اول مأكولة اكلتها كانت ايه؟ مش هتيجي على بتاع حاجه على شفت الطرافه يعني معلومة تاريخية حقيقية صحيحة عندي أول مأكولة أكلها المصري من 18000 سنة كانت حب العزيز حب العزيز ياه دراسة علمية ودي تديك حضارة هتقول لي ازاي بس هقول لك بص حب العزيز فيه فايبر هتلاقي فيه الحاجات الطبية الصحيحة سكريات انت عارف حب العزيز بيتعمل عصير نعم ممكن الصبية كده ومش عارف ايه اسبانيا الان بتبيع عصير حب العزيز في الشوارع في محلات العصير في اسبانيا الان ودي مشروب شعبي مشروب شعبي فده ليه استفادة للجسم ويديك طاقة بالظبط كده وده يديك طاقة وبتاع المصري كان اذكى واحد في الدنيا لما ابتدى اكل هذا الشيء قبل ما يخترع فكرة الشوارع ومش عارف نرجع مرجوع تطلعي من كده فراح راكب التاكسي وتروح متحف اللي فيه متحف اسمه متحف متحف اسرائيل طب ثانية واحدة بس أنا قبل ما أكمل يعني حك الغرض الأساسي كان أصراف المسجد الأقصى كان في بال حضرتك أو كان من المخطط إن حضرتك تزور متاحف أم هذه الفكرة طرقت وحكيتك والطائق التاكسي العظيم طائق التاكسي الفلسطيني العظيم أنا عارف بص حضرتك عندما ذهبت في 2012 لما قعدت مع ناس قلت لهم أنا عندي ثلاث نقاط شاغلين بالي في حكاية السفرية نمرة واحد أنا لا أريد أن أتعامل بشكل عملة الكيس عن الناس ولا أريد أن يعني أن أجلس في مكان أفيد به الصغير ماديا أو معنويا ولا أريد فندق صهيوني ولا أريد أي كلمة عبرانية على الباسبور أدي الثلاث شروط بتوعي والحمد لله في المرتين اتحققت أستاذ السامح كنت حابب أستكمل تقديم حضرتك لكن معنا الآن مدخلة تكنيكية فالاستاذ علي احمد علي مدير الاداره العامه لعوده الاطفال المسترده بوزاره الدفاع استاذ علي اهلا بحضرتك اهلا وسهلا الحقيقه يعني ان موضوعنا عن سرقه الاثار المصريه وكيف نستعيد هذه الاثار واعتقد او اظن
أن هناك محاولات ناجحة في العام الماضي عام 2013 في استخدام بعض هذه القطع. تعقيب حضرتك على هذا الكلام؟ أول حاجة يعني كل سنة ومصر كلها بخير، وأتمنى السلام يعم والهدوء مشروع يحفظ بلدنا. في الفترة الماضية يعني لو هنتكلم عن الثقافة، الثقافة كانت موجودة من فترة طويلة ولها أسباب كتير اجتماعية، ثقافية، سياسية، اقتصادية، ولكن الثقافة زادت بشكل واضح بعد ثورة 25 يناير 2011 نتيجة التداعي الأمني وغياب الأمن نوعا ما نتج عنه تعدي على بعض المناطق الأثرية والمناطق الخاضعة للآثار عبقرية حفر شبسة. كان في فرقات في المتاحف، المتحف المصري، المتحف المنوي، دي ما بتشكلش مشكلة لأنها كلها قطع أثرية مسجلة. هل هناك تعاون بين جهات سواء داخلية أو خارجية لوقف خروج أو بيع أي آثار مصرية أستاذ علي؟ أول نقطة نتكلم فيها القطع الأثرية المعروضة بره، هل هي قطع مسجلة لدي؟ إنها مسروقة من عدمه. لو القطع أول حاجة يعني القطع طالما هي قطع مسجلة وبيتم رصدها من الإدارة العامة للآثار المستردة بتقوم بمتابعة كتالوجات صلاة المجلات العالمية ومواقع الإلكترونية. طالما هناك قطع ظهرت ومسجلة لدينا بيتم تحرك فورا للقافل بها والمطالبة بعودة هذه القطع. أستاذ علي، معنا داخل استوديو الهواء الأستاذ بسام الشماع، طبعا حضرتك عارف هو بحث في التاريخ المصري القديم وعضو الاتحاد وكاتب المصريات الشهير، يعني هو غني عن التعريف في الحقيقة. يريد أن يوجه لحضرتك بما أن حضرتك المسؤول ومدير الإدارة العامة لعودة الآثار المستردة بوزارة الآثار بعض النقاط. تفضل أستاذ علي. السلام عليكم. بحيي حضرتك وبحيي كل اهالينا العظام في وزاره الدوله لشؤون الاثار، وباثر كمان مجهوداتكم العظيمه. وانا عارف ان انتم بتسبحوا ضد التيار بشكل جامد جدا دلوقتي لتوالي هذه السرقات والحوادث المتواليه. ربنا يكون في عونكم بجد وفي عون كل الناس اللي بتحب الاثار في البلد، وخصوصا طبعا الحادثه الاخيره البائسه في المتحف الاسلامي. انا بس كان عندي تساؤل بسيط، لانه كنت عايز اعرف ايه اللي حصل اخيرا، يعني ايه اخر التطورات في منبر قاني باي الرماح. تعلم سيادتك ان منبر قاني باي الرماح قد سرق قبل ثورة 2011 من مخازن السلطان حسن، وتقدم الشيخ عناية شيخ السلطان حسن الى النائب العام بملف، والحقيقة الراجل راح كذا مرة ومفيش اي اخبار عن هذا المنبر الذي قيل عنه انه من اجمل المنابر في تاريخ. فهل في اخبار بالنسبه لمنبر قاني باي الرماح حضرتك؟ بالنسبه لي انا ما فيش اي قطع تم رصدها في الخارج لمنابر الا منبر جامع الدهلواني. تمام. اللي هو تم سرقته في ابريل 2012 وتم رصده في كوبنهاجن، وكان اطاره للتهريب، وحكمت المحكمة يعني حكمت المحكمة بصالحنا، وفي القريب العاجل قطعة من المنبر هتيجي إن شاء الله. الحكم نهائي السجناس في محكمة كوبنهاجن في الدنمارك، لكن منبر قاني باي الرماح لم يتم رده حتى. طيب يعني حضرتك نعمل احتفالية بقى بالنسبة لمنبر البهلوان ده بجد بدك تعمل احتفالية هيجي. هو جاي مع مجموعة تانية، يمكن حضرتك فتحت ملف. انا بصفتي مدير عام الاثار المستردة بشتغل على القطع المفقودة. طالما القطع ظهرت بره، انا بتكلم على القطع المسجلة، القطع غير المسجلة ليها موضوع تاني وممكن ندخل فيه لان احنا بنحاول نرجعها ونجحنا في بعض الاحوال. الجانب البهلوان الحكم صدر نهائي المصر وكلها اجراءات روتينيه دلوقتي مع المدعي العام في كوبنهاجن. انا يمكن لسه بقى مخطط لوزاره الخارجيه يستعجلوا الاجراءات بتاعتنا هناك في كوبنهاجن عشان نسترد في عرباتي العمليه المجرد ويتشحن ويوصل ان شاء الله في القرب العاجل. والخبر الثاني اللوحات اللي تم سرقتها من
مقبرة الخلفاء العباسيين في جبانة السيدة نفيسة اللي تم رصدها في بونهام، وإن شاء الله جاي قريب. بارمز ده راجل، ده ليه تاريخ مش كويس معانا بارمز ده. ما عشان كده أنا يعني بشكر حضرتك على الملاحظة ديت، لأن أنا دلوقتي طالما قطعة مصرية ظهرت في الخارج سواء مسجلة عندي مفقودة أو غير مسجلة، بطالب بإيقاف المزاد في كلتا الحالتين. وفي حالة إن القطعة مش مسجلة مفقودة، بطالب صرف المزادات إنها تواتيني بالسندات الملكية لهذه القطعة. زي ما حضرتك تعرف إن كان في تجارة أثر قبل كده، ونجحنا في أكتر من مكان إن إحنا نعمل على إيقاف، وجاري استرداد قطع منها عويضة في إسرائيل ومنها بعض المزادات في أستراليا بهذه الآلية. قطع غير مسجلة وخرجت عن طريق الخصر خلصة، بنطالب الجهات الخارجية بإسداد سندات ملكيتهم إياها في حال انتشارهم بنسر ده. وده ما بيتطبقش في جميع الدول، لأن بعض القوانين المحلية في دول غربية بتسمح ببيع تقول حيازة المنقول سند ملكية. نعم. وكمان لا تجرم بيع الآثار زي الكيان الصهيوني، يعني عوضة ما تقدرش من الكيان الصهيوني إن أنت توقفه، لأن هو محل في الشارع. عارف حضرتك أنا عارف سيادتك، أنا رحت العوضة، أنا ديسمبر رحت العوضة بيضون. رحت أكشلي بيضون، رحت بيضون. أنا كنت متابع دوت و قلت له رجع أربعة وشد هناك، أربعة وشد هناك، قلت له يا أخي اثبت حسن نوايا ورجع الأربعة وشد تاني يا أخي وتحط اسمك جنبيها، وقال أنت رجعت آثار لمصر. هو عويضة 1/6 إن شاء الله جاي، لكن هي مسألة وقت. إسرائيل بدأت تعدل قانون الآثار من 2012. هي المشكلة كلها عملية، قبل كده ما كانش في قوانين، ما كانش بيسأل عن سندات الاستيراد. المشكلة كلها اللي احنا اللي أنا شعرته، اللي احنا قدام مافيا لغسيل الآثار، وده ناتج عملية الحفر خلصة. القطعة خرجت أنا ما شفتهاش، طلعت بره، طلعت من هنا، راحت بلد الفلانية، تم اعطائها شهادات تصدير ثلاث اوروبا، من اوروبا رجعت لاسرائيل، فكلها عمليه اعاده غسيل القطع. بص يا دكتور، هقول لحضرتك حاجه يا دكتور. انا سلمت مكتب سياده الوزير الدكتور محمد ابراهيم، تمام، من مده بسيطه يعني من كام اسبوع كده، سلمتهم فلاشه للدكتور محمد عبد العزيز اللي ماسك الاثار الاسلاميه، وايضا ماسك افتكر مدير مكتب او حاجه زي كده، وزير القاهره التاريخيه. ايوه فعلا. فسلمت فلاشة عشان يسلمها لسيادة الوزير، فيها صور الآثار اللي أنا صورتها في متحف الكيان الصهيوني في الحدود المحتلة. فلو حضرتك شفتها فعلا تمام. فعشان كده بقول لحضرتك خلاص يا فندم، تمام. احنا كلنا الوطنيين، يعني كلنا عاشقين لآثار هذه البلد، واحنا مش قادرين نعمل، يعني يكفينا ان احنا نحافظ على ما صنعه اجدادنا. المشكلة احنا المشكلة دلوقتي احنا ما بنعملش، احنا بنحاول نحافظ على اللي هم عملوه. المنظومة كبيرة كلنا مشتركين فيها، بداية من المصري اللي نطق واللي خرج. انا مش عارف ليه، لان المنظومة كبيرة جميعا. عم الاثار يعني ممكن الان ان نقول ان هناك وجود بالفعل تقوم الوزارة باسترداد هذه الاثار المنظومة. بالفعل الفترة اللي فاتت احنا يمكن نهينا سنة 2012 بمجموعة من القطع اللي تم استردادها، منها قطع الكرتوناج اللي كانت مسروقة من مخزن الدرسة الفرنسية سقارة وترصد في فرنسا، قطع زجاجية تم سرقتها من مخزن أنقرة شرق وتم رصدها في فرنسا. هتصلح حد يونو من حتة هاي بقى دكتور؟ هتصلح حد يونو من حتة هاي في ألمانيا؟ والله الموضوع كبير، احنا لو ندخل في حتة هاي هندخل بقى في تابوت نختنقه اللي لقوا الفرنساويين وخدوا الانجليز حجر رشيد. العمليه كبيره، فاحنا بنبدا بما هو متاح حاليا. مش انا بحب على طماع بقى يعني. والله كلنا طماعين، يعني حاجه يعني انا عاوز حلم يونو يبقى هنا، عاوز متاكد يبقى هنا، عاوز حجر رشيد يبقى هنا، عاوز تابوت نختنقه اللي هو في بريدج في المتحف البريطاني يبقى هنا. لكن احنا بنتكلم، ادي الكلام. ما هو انا حضرتك بكلم حضرتك دلوقتي، احنا دلوقتي بنحاول ما خرج حديثا نجيبه، لان المواضيع كلها هتبقى مواضيع شائكه، متى خرج؟ قبل اتفاقيه اليونسكو ولا بعدها؟ وهو ده اللي احنا بنحاول نعدله دلوقتي في اتفاقيه اليونسكو، اتفاقيه 70.
ربنا يسهل يعني الفترة الجاية إن شاء الله في حاجة. أستاذ علي، ماذا عن التقرير الحديث الذي صدر مؤخرا من قطاع الآثار المستردة بوزارة الآثار في فترة ما بين 2012 و2013 حول قضية سرقة الآثار المصرية ورجوع الأرض الوطن مرة أخرى؟ يعني في هذا التقرير نريد أن نتعرف من حضرتك على النسبة، إذا كان هناك رسم بياني للنسبة للآثار المسروقة ونسبة استردادها. والله هي نسبة الآثار اللي تم استردادها بالمقارنة بالآثار المسروقة قليلة طبعا. قليلة يمكن أنا بتكلم على القطاع المسجلة إنها مسروقة. هي نسبة قليلة وما أعتقدش إن هو قطعة تم سرقتها الآن ومن حصل عليها ومن هربها خارج البلاد يعلم إنها مسجلة سوف يعرضها. نتمنى أستاذ علي أن تعود الآثار المصرية المهربة قريبا إلى أرض الوطن وأن يجدها كل مصري وأن يقام لها متحف أو معرض خاص لكي نستعرض فيه هذه الآثار. والله حضرتك أنا هقول لحضرتك بالإشارة اللي بتقوله حضرتك، ان شاء الله احنا دلوقتي بقالنا شهر بنجري عملية الاعداد لقاعة عرض للقطع الاثرية اللي تم استردادها من الخارج، حتى يشعر العالم المتصدر ان مطالبتنا للقطع الاثرية المهربة للخارج هي جزء من التاريخ بتاعنا، ولازم المواطن المصري، انا مش هجيب القطعة واحطها في المخزن، وهو ده اللي احنا بنعمل عليه دلوقتي عدد قاعة. انا بقول لحضرتك القطع اللي هتيجي من بره هتعرض في المتحف مباشرة، وبيتم اجراء ترميمات للقطع التي تم استردادها في الفترة الأخيرة، وان شاء الله في القريب العاجل سيتم عرضها العرض الأولاني. احمد علي مدير الإدارة العامة لعودة الآثار المستردة بوزارة الآثار، نشكر حضرتك على هذه المداخلة. شكرا. شكرا فندم وكل سنة وحضرتك. طيب هذه الفترة الأستاذة بسام الشماع أن نخرج إلى موجز لأهم الأنباء ثم رسالة من معرض الكتاب ثم نواصل الحديث حول التجربة لحضرتك خطاها في إسرائيل والمعارض وكيف يتم استغلال أبسط شيء من تاريخ شعب يعني أو من شعب بلا تاريخ أو يعني ندخل إلى متحف إسرائيل مع أستاذ بسام الشماع. متحف إسرائيل تذكرته 16 دولار أمريكي. وأنت واقف في الطابور بتقطع التذكرة وراك في الشاشة دي بتوري لك الحاجات اللي هتشوفيها جوه المتحف. من ضمن الحاجات اللي بتشوفها عرائس صغيرة للسادات وبيجي للباحث وجيمي كارتر، عرائس صغيرة عاملها إعلان في شاشة كبيرة ورا الراجل اللي بيطلع التذاكر عشان تقوم تقف في الطابور تشوفيها. طبعا دي أنا بدي لك الإشارات اللي هو بيبعتها لك أو الإشارات اللي بيبعتها للعالم. بعد أن قطعت التذكرة وقبل الدولار الأمريكي، وأنا بقول لك كده عشان أنا عارف المسؤولين في السياحة في مصر، دي رسالة ليهم. أنت في مصر أنا ما عنديش مشكلة أتعلم من آخر أبدا، وأعرف عدوي كمان، طب انا لو عايش عدوك هتعرف تحاربه ازاي؟ وخصوصا الحروب دي حروب ثقافيه. طيب تعالى بقى هتكتشف حاجه عجيبه، لا يوجد اثر مصري موجود في مصر ولا متحف تخشه الا بالجنيه المصري. هذا كلام غريب، هذا كلام ساذج، هذا كلام خاطئ. انا راجل متواضع 25 سنه بعد 20 سنه مرشد سياحي بقول لك ده كلام مش مظبوط يا وزاره السياحه. لا كان مظبوط ولا مظبوط. ليه؟ لان في سائح بيخش لك ست ساعات، بيجي من المركب من السويس او بيجي من المركب من الاسكندريه او من بورسعيد، ودي اعمال انا عملتها لمده سنين، كنت باخد المجاميع السياحيه من المحيط او من البحر المتوسط او من سفاجه وبعدي بيهم قناه السويس واشرح لهم مصر وبننزل نشوف الاثار ونرجع تاني او نوصل لغايه الاسكندريه. دي كانت من ضمن اعمالي انا، فانا عارف ان انت بتروح تعمل 8 ساعات في مصر، تروح تعمل ايه؟ تاخد اتوبيس تطلع من بورسعيد، تروح القاهره تزور متحف تغدي المجموعة السياحية وتشوف الهرم مظهر وترجع تاني. احنا مصرين جدا. طيب افرض ان الراجل ده مش معايا، الراجل ده مش مع شركة سياحية، مش مع مرشد سياحي. لا يستطيع دخول المتحف بسبب عدم معيش فلوس مصرية. لا ومش حاطط له في الجنينة اللي هو تغيير العمر اقتراض. يبقى ازاي الحاجة؟ هيقعد يحطم ويبوس ايدك انت تتقبل منه الدولار او تتقبل منه اليورو.
الشيخ او الابر هو مع مارك ولا معاه ايه انه هيتكلم يشوف القلاع الذهبي لتوت عنخ امين اللي هو قاعد احنا فيه من هو صغير مش ببالغ من هو صغير انا جالي واحد سايح 81 سنه وكان عمره البلد قال لي هخش الهرم الثاني انا هخش الهرم الثاني قلت له ممنوع على اللي زي حضرتك يخش لان احنا قلنا في الاوتوبيس ان الهرم ليس به اي نوع انواع الراحه الجسمانيه انت بتخش جوه عندك مشكله في الرقبه عندك مشكله في الظهر الارترايتس عندك مشكله في الروماتيزم القلب الدوره الدمويه التنفس كل ده مشكله جوه اصاب وطلع مصري مش عارف الراجل ده 81 سنه شالوه مرابعه نزلت العمال بتوع الشركه العظام شالوه مرابعه من جوه انه اصر اصرار خطير ان هو يخش عمر البلاد قال يحب حياتي ان انا اخش لو 81 سنه انت عندك 40 سنه بتقول يا ظهري طيب تعالى بقى نرجع فيبقى دي اتعلمنا تخش بقى حضرتك جوه فدخلت على طول لقيت سيدات كبار في السن اللي هم تقريبا فوق 60 او 65 وعايزين يخدموك وهم طبعا صهيونيه نعم فدخلت قلت لها لو تسمح انا عايز الخريطه بتاعت المتحف الانجلش فقالت اتفضل مبتسمه للحياه وهتتجنن تبص للتراب اللي هتلاقي حاجات تخدمك من كتر ما هي مقبله على الحياه ومقبله على السعاده طيب فبص كده لقيت الخريطه بالعربي فقلت احتفظ بيها عشان اوريها في محاضراتي فاوريها في الاعلام فقلت لها في عربي بليز I'm from Egypt العربي لو تسمحي انا من مصر راحت بصالي وراحت قايله لي ما هو برضه كله عربي يعني كمان بتنكد معاك يعني العربي بتاع مصر والعربي العربي يعني مش احنا ما اختلفناش وراحت قايله لي وقعدت تعمل اصوات ايه مفاجاه بقالنا زمان ما حدش طلب الخريطه باللغه العربيه فانا كنت بالنسبه لها اول واحد من زمن يقول لها الخريطه بالعربي دخلت جوه لقيت واحده قلت لها لو تسمحي انا عايز اعرف عندكم اثار مصريه هو ده اللي ما عنديش وقت هخش على الافق اشوف انا كنت واطلع قالت لي عندنا اثار مصريه متنطوره متناثره على الاقسام يعني مش قسم اسمه قسم المصري ودي حركه ذكيه جدا برضه وخبيثه وماكره من الصهاينه ان هم ايه الدم يتناثر بين الايه بين القبع عشان ما حدش يقدر يقول لك ده القسم المصري هذا حتى لا يطالب بأي خريطة. دخلت قلت لها طيب انا ما عنديش وقت وعايز بسرعة اشوف القسم المصري. دخلت بيت قالت لي انا هبقى مرشد قلت لها يعني ما كنتش طالب في قالت لي انا مش مضطر اشوف المرشد عامل ازاي هناك. اولا سيدة ما دخلتش كلية. احنا هنا بنخش اربع سنين عشان نطلع مرشدين سحريين. ندرس كل حاجة في الاربع سنين دي. هي لا هي بتاخد شهور كورس وبتطلع. متمكنة جدا من اللغة الانجليزية. متمكنة جدا من معلوماتها. نشيطه عشان خطه بيعرف انها فوق 60 او 65 سنه على ما يبدو بنخش جوه بتعمل لي حاجات سريعه لانها عارفه انا ما عنديش وقت فبتوري لي الحاجات السريعه لدرجه انها ورتني هذا السيف ها المتني فبتنقي لي الحاجات فبتقول لي السيف المتني ده المستنسخ بتاعه الداء بيجن البائس للسادات بعد اتفاقيه السلام ليه؟ لان في هذه الحضاره كان الجند اللي يموت في الحرب يبنوا السيف بتاعه ايه معناها؟ محدش هيحارب بعديه بالسيف بتاعه ويطفل معه. فبيجي البائس بيديها للسادات كرمزيه ان محدش هيحارب خلاص. السيف ابتلى اهو. ها؟ بصي الناس دي فانا خدت جوه لقيت لك كام اثار مصريه. ايزيس هتلاقي، اوزوريس هتلاقي، تل العمارنه في المنيا اثار منها هتلاقي، تماثيل توابيت هتلاقي، تماثيل طلاسم جماهير اقنعه موت جنائزيه يوناني مصري روماني مصري كل ما سكربس جعارين حجريه كل ما تتخيله من بلاش تمثال القطه الشهير القطه المصريه بسطت هكذا هو اسمها بالكتابه الهيروغليفيه بسطت جاي من معبد تحجه في تل بسطه في الزقازيق العظيمه في الشرقيه كان يؤم 700,000 من الزوار العيد بتاع القطه، كان في عيد في مصر نفسه عيد القطه، كانوا يروحوا 700,000 يروحوا يحضروه، ولم احصي الاطفال قافله ضد الاطفال. لم احصي الاطفال يعني انت بتتكلم في عيد ناس بتروح المعبد من غير مي. القطه فقط، هكذا كان يعشق المصري القديم القطه والنص المشهور عندما يشب الحريق في بيت مصري ها اول ما يدخل لانقاذه هو قطته. دخلت لقيت العيد ابي منجل موجود قدر في مطرح الكيان الصهيوني وهذا هو الابي منجل اللي طلع منه السادات عشرة مش انا اللي بقول الاستاذ اشرف العشماوي المستشار القانوني لهيئه الاثار المصريه لمده سنوات في كتابه سرقات مشروع ارجوك استضيفوا الراجل ده قولوا له هات الكتاب معاك اسمه سرقات مشروع
يحمي القرطان يعني طائر كل عام 10 سنوات لأنه حكم 10 سنوات مع 10 طيور. هذا هو متحف الكيان السوفيتي بكل آثاره. طلعت وأخيرا هقول لكم جملة واحدة بس، ليس بعيدا عن الكنيسة وليس بعيدا عن أي إشكالية وليس بعيدا عن بيوت هؤلاء الذكور والنصارى الصهاينة وليس بعيدا عن متحف الكيان الصهيوني ولا يد فاشن، صح كده انا منطقه زينب اخيرا ما تطلعش من عنواني كويس كده. اذهب يا صديقي الى المتحف الاسلامي، يوجد متحف اسلامي تحت الاشراف والملكيه الصهيونيه، تدخلي هذا المتحف تبقى بفلوس، واول ما تجده تقل عن المتحف خالص جاي تاخد بقى عربيه، واول ما تخش هتلاقي شاشه كبيره جدا بتعرض لك فيلم دوكيومنتري فيلم تسجيل كفاءه عاليه من التصوير كمان شويه، يعني الراجل اللي نور ما عادش جنبيك من كتر ما انت ايه بقى. الطواف حول الكعبه يشرح لك الطواف حول الكعبه داخل المؤتمر في اشراف وملكيه صهيونيه لواحد اسمه مير، وده صديقنا كل ما تسالهم جبت وصلت منين؟ يقول لك صديقنا ادانا، جبت وصلت بتاع المتحف الاسرائيلي منين؟ صديقنا الامريكاني ادانا. مير ده اداهم كل الحاجات اللي جوه المتحف الاسلامي ده هديه، فعملوا بيه المتحف الاسلامي. مره وانت داخله بقى السعر عشان هيفتح، انا كنت رحت بدري شويه كعدي، فلقيت مره الاعلام ولقيت مش علامات ايه بقى؟ بالعبراني مكتوب المتحف الاسلامي جنبيه بالانجليزي وبالعربي، بالعربي المتحف الاسلامي. تخش جوه حضرتك تلاقي محراب كامل، محراب بيصلي فيه المسلمين بيصلوا فيه. تخش تلاقي مزولة، تروح تلاقي اجمل مزولة هتشوف حياتك هناك. انت حكيت الوقت ولا؟ تروح تشوف الاسترولاب، هذا الجهاز الرهيب اللي طلع فيه مصر. واكثر حاجة بقى ضايقتني، اكثر حاجة خلتني بقى بجد يعني هات بقى يا ابني ادوات الضغط من الصيدلية. انا في عندي محاضرة اسمها جهابذة في دولة الاسلام. فهذه المحاضرة بتكلم فيها عن العلماء وبحاول اقنع المصريين والشباب بالذات ان احنا الدولة دولة الاسلام في الاندلس وغيرها وايام سيدنا عمر بن عبد العزيز وهذه العدالة هذه رضي الله عنهم يعني هذا الوضع وصلته بايه؟ وصلته بالعقيدة واحد ثم العلم. لما انت كان العلم لما انت كنت ايام الفارابي وايام ابن سينا وايام الخوارزمي. فانا من الشخصيات دي عاشق لشخصية عايزة ابقى الظفر الاصغر في قدمي، ولو كان كده هموت سعيد. هموت وانا سعيد. مين؟ الجزري. هذا العالم الرهيب، الجزري اخترع اكثر من 50 اختراع منهم روت، اول من اخترع الانسان الالي كان الجزري. وهذا بوثائق ملونه. يعني الجهاز الروبوت بيشتغل وبيحط ميه في كوبايه وبيعمل كده، كل ده قدامك مرسوم بالالوان، ده الجزري. انظر الى فترينا زجاجية داخل مصر محتلة في المتحف الإسلامي، وأجد لأول مرة في حياتي ما كنتش شفت مخطوطة بزازر قبل كده، لقيت مخطوطة أصلية للجزري كمان. الصهاينة يعرضوا في المتحف الإسلامي في مصر محتلة اليهود الصهاينة تسميهم لو هنسميهم مخطوطة للجزري، ليها ساعة نائية من اختراع الجزري. طبعا ممنوع التصوير وانا طالع رحت جايب الكتالوج الكتاب، فاصبح عندي لدي صوره لهذه المخطوطه. ممكن اوريها لك دلوقتي. عرفت بقى قطعت ما بتروح فين؟ ما عرفتش. هي استاذ يعني كان حضرتك ربما اثار اثر الحزن داخل نفوسنا، اثار اعداءنا هم يملكون اثر على نفوسنا كبيره. هل الجهات المعنيه بوزاره الاثار سوف تكون حريصه يعني انما الحفظ على عودة مثل هذه الاثار، ام اننا سوف ندخل الى عالم الاتكال والاشتبار وصفور الدوائر ولا يعود شيئا؟ انتهت حلقة الليلة وفترة الليلة مستمعينا الكرام، ولكن هناك الكثير من الأسئلة وهناك الكثير من النقاط لم تطرح على مائدة النقاش، ولكن ليس لدينا سوى أن نقدم بجزيل الشكر إلى ضيف هذه الفترة الأستاذ بسام الشماع، باحث في التاريخ المصري القديم وكاتب المصريات وعضو اتحاد الكتاب. نشكرك جزيلا سندم، دائما ما تضيف جديد خلال فترات حضرتك. كل الشكر إلى فريق عمل هذه الفترة من وسط هندسة الهواء أحمد فكري، من
من الإخراج مي نبيل ومن الإعداد شيرين فكري، وكنا معكم من أمام الميكروفون معتز العجمي وزينة بتاعت الدين. شكرا لكم وإلى اللقاء. وطف الخلق